ميعاد الاثنين الموافق 10 أبريل 10 نيسان 10/4/2023. هنحاول الأسبوع ده إننا نبدأ مهماتنا ونشتغل على إننا نوائم ما بين الأشخاص حوالينا، ونحاول ندور عن حلول وسطية أكتر، وهنلاقيها لما تبتدي تظهر التناقضات اللي بتبقى في حياتنا. استخدامك النهاردة للحلول دي هيبقى سحر جدا ليك، هتعرف تطلع من أي مشكلة أنت بتقع فيها. لكن مش بس الوضع هيبقى ده لمصلحتك الشخصية بس، لا، هيبقى لمصلحة أشخاص حتى حواليك. هيكون أصحابك النهاردة بجانبك بشكل كبير لو كنت بتواجه أي صعوبة في حياتك. حاول تتجنب إنك ما تفرطش في الحساسية اللي عندك بأي تمن ممكن. بيقدم ليك النهاردة تجارب صغيرة بشكل كبير عشان تحقق إزاي هتعرف تتقدم في حياتك، ولا عليك إنك تتعلم حاجة جديدة تفيدك إزاي تتقدم في حياتك وتعمل خطوة جديدة. بالنسبة لكل الأشخاص النهاردة، اليوم هيجيب ترقية واضحة وتراكم اجتماعي كبير جدا في محادثة مهمة احنا مستنين انها تحصل، او حتى رحلة مهمة مفروض نقوم بيها. عندنا حاجات كتيرة هنحتاج نركز كل طاقتنا فيها طول اليوم ده. هيبقى في بداية اسبوع فيها بداية مشروع جديد عندنا، في تغيرات وفي تطورات إيجابية واضحة لإجراءات كتير هتبقى متعلقة بالبلد اللي احنا عايشين فيها، أو حتى المؤسسة القضائية اللي بتهمنا أمرنا. ابتدي تقرأ أفاقك في اليوم ده بشكل كبير، وهيبقى كل الأشخاص اللي حواليك بيتطلعوا لتجارب حلوة من خلالك طول الأسبوع اللي جاي. واللي هيكون بعضكم النهاردة عنده علاقة النهاردة في الفترة الجاية فيها احتفال في عقد زواج أو خطوبة أنت بتعد ليها من فترة طويلة جدا جدا في مهمات يومك، هتنفذها في مكان ممكن أنه يكون مناسب للحفلة دي من غير أي صعوبات ممكن تبقى في طريقك، هتبقى سهلة وسلسة إن شاء الله. كل الأشخاص اللي بيستسلموا للحالات المزاجية اللي ممكن تبقى بتواجههم النهاردة، اللي ممكن يبقى فيها حزن شوية، هيكون عندنا سبب جاد جدا اننا نفعل كل الحاجات اللي بتبقى بتتعلق باننا ننفصل او ننسى الخسارة الاخيرة اللي كانت في حياتنا. هيكون في مناسبات كتيرة هنعمل فيها محادثات كتيرة جادة جدا مع كل افراد اسرتنا، اللي بنكون من خلالها بنحول مواضيع كتيرة فيها حساسية زيادة عن اللزوم. هنتجنب بس ردود الفعل مع الأشخاص اللي حوالينا اللي بيعتبروا قريبين مننا جدا، اللي ممكن تبقى بتضللنا وبتضللهم بسبب معلومات غلط بنسمعها من أشخاص تانيين ما كانش أكيد الموضوع، ما كانش اتكلم فيه بشكل صحيح، اتحور من حد لحد لحد ما الكلام زاد زيادة. هنلاقي النهاردة في دعوة اننا نعمل تجمع عائلي ظريف، لازم نبتدي ما نرفضوش بسبب الالتزامات اللي بتبقى عندنا او لاي سبب تاني، لازم نمشي الاجتماع ده علشان ما نخسرش حد احنا بنحبه بسبب كلام حد تاني، لازم نسمع وجهة نظر الطرف قبل ما نحكم عليه. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.